بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما امر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعنا على ما يرضيك وحل بيننا وبين معاصيك واجعلنا من المتحابين فيك. واجعل هذا البلد امنا سخيا رخيا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اما بعد ايها الاخوه الاحبه فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم في برنامجكم المباشر الدين والحياه نستقبل اتصالاتكم واسئلتكم واستفساراتكم على ارقام البرنامج الموجوده على الشاشه ونستنير بنور الاسلام لنستضيء به طريقنا ونهتدي به الى سبيل ربنا ونسير على صراط مستقيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. إخوتي الأحبة إن العاقل لا ينبغي له أن يتعمد معصية الله ومخالفته. وإن وقع في المعصية فالرجوع والتوبة والإنابة والندم هو الباب الوحيد للعبد أمام مولاه. لا باب له سواه. والله سبحانه وتعالى حذر من معصيته ونهى عن الوقوع في مخالفة أمره. وآذن بالحرب من فعل اثنين من الأمور العظام الكبار تحذيرا لنا وإنذارا ورد أحد الأمرين في الكتاب الكريم وورد الأمر الثاني في السنة المطهرة في الحديث القدسي الجليل أما الأمر الأول الذي ورد في الكتاب فكبيرة الربا التي حذر منها القرآن. وقال فيما قال عن الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال في الحديث القدسي الجليل في الأمر الثاني من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب كبيره الربا معروفه لدى كل مسلم ربا النسيئه وربا الفضل ولكن معاداه اولياء الله تعالى قد يجهلها كثير من الناس عندما يعادي من احب الله ومن احبه الله وهو لا يدري. يزعم انه لا يدري، بل ربما نسبه الى عكس ما هو فيه من الصلاح، قد يتهمه بالفساد والضلال. قد يقول قائل: ما ذنب الذي لا يدري اذا ابغض من لا يدري؟ الجواب ان المؤمن له نور ينبع من ايمانه وصدقه واخلاصه. وتقوى لله تعالى تجعله يفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هذا الفرقان ناتج عن تقوى الله عز وجل فاذا ضعفت او انعدمت التقوى في قلب انسان فهو لا يميز عندئذ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لم يبق له نور ينظر به في فراسة المؤمن اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله المؤمن الذي أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المؤمن الذي صدق ما جاء من عند الله تعالى وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه. هذا المؤمن له فراسه وذلك التقي له فرقان. اتقي فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله بشرط الا تطمس المعاصي ذلك النور. فالنور غيور. النور غيور. إذا دخلت المعصية جسم الإنسان خرج النور من قلبه. فلا بد من تطهير البيت الداخلي، تطهير القلب، حتى يحتفظ بالنور ويبقى النور داخل القلب النظيف الطاهر. فإذا ما دخلت المعصية وأظلم القلب خرج النور. وكما يقال النور غيور ومن هنا تنعدم الرؤيه لدى المؤمن وتضعف فراسته ولا يكاد يذكر فرقان التقي بعد زوال تقواه عندما يتجرأ على الشبهات ويستقصي كل المباحات ويحوم حول تخوم المحرمات ويقع في بعضها وفي اطرافها فأين التقوى؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا طهرها نقها زكها اجعلها قلوبا طاهرة واعية تعي ما تقرأ وما تتدبر وما تسمع وتستفيد منه معنا الأولى المكالمات الأخ عبد الهادي من السعودية السلام عليكم أخ عبد الهادي وعليكم السلام حياك الله أخي الكريم الله يحييك تفضل انا والله ما عندي موضوع بس حبيت اقول لك اني احبك في الله بس احبك الله اخي الكريم وبارك الله فيك واشكرك على الاتصال وانا إزاي. سعيد بسماع صوتك ومشاركتك في البرنامج الله واي مشاركه إزاي. تثري البرنامج منك بارك الله فيك وانا دعاك يا شيخ بس وفقكم الله وحفظكم الله اينما كنتم شكرا لك عبد الهادي الاخ ابو جراح من ابو ظبي السلام عليكم ابو جراح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ابو جراح بسم الله انت والمستمعين والمشاهدين احبك الله بارك الله فيكم جميعا الله يحفظك والله يرحم والدينا ووالديك امين جميعا ان شاء الله حفظ الله الاخوه جميعا يكون جميع. الحب لله وحده سبحانه في الانسان في قلبه أمم. اول شيء سؤال السؤال الثاني كيف يكون حب الوطن وولاه الامر في قلوبنا وفي قلوب عيالنا هذا الوطن عزيز علينا الله يحفظه ويحفظ ابو سلطان ومحمد بن راشد نعم الامارات ومحمد بن زايد نبي نغرس في عيالنا هذا الحب الحقيقي لهذا الوطن والله يحفظه ويحفظ شعبه كله ان شاء الله. امين بارك الله فيك ابو جراح. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله شكرا على اتصالك. اشكر الاخ عبد الهادي على اتصاله من السعوديه. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجزي كل الاخوه خيرا على حبس نفوسهم على برامج الخير وبرامج الدين التي تثري الحياه بالمعرفه والهدايه. كما اشكر الاخ جراح ايضا على اتصالاته المتكرره واسئلته الطيبه الجيده. ودعواته المباركه ان شاء الله. سؤاله الاول كيف يكون الحب لله وحده؟ في قلب المؤمن. كل اهل العلم ركزوا على ان المحبوب الاول بل المحبوب الاوحد هو ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما سواه ان احببناه فلاجل الله. على قدر صلته بالله وطاعته لله واستجابته لامر الله وعلى قدر ايمانه بالله وتقواه لله سبحانه. اذا الحب لله اولا ولله اخرا ولله فيما بين الحياه والموت بالنسبه لنا فكل حياتنا وكل وجودنا وكل سعينا من اجل ارضاء ربنا وهذا هو الواجب ولكن النفوس التي يجب ان نجتهد عليها هي تحتاج الى مجاهده لتوجيه هذا الحب في القلب الى الرب سبحانه وتعالى الذي كل حب حب سواه يفنى ويزول ولا يبقى له قيمه ولا اثر الا اذا كان لاجل الله. فاذا احببت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان الله يحبه ولانه يحب الله عز وجل والانبياء والمرسلون كذلك والاولياء والصالحون كذلك وعندما تحب اباك لإيمانه وتقواه وجهوده وتربيته وعطائه وإنعامه. عندما تحب شخصا لأنه أعطاك فقيمة هذا الحب على قدر قيمة العطاء. المعطي هو الله سبحانه وتعالى وما سوى الله إنما يجري الله العطاء على يديه. هو ليس معطيا حقيقيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله هو المعطي وإنما أنا قاسم النبي عليه الصلاه والسلام بين انه هو يقسم عطاء الله بين خلق الله. يقسم عطاء الله بين خلق الله، اذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فما من سواه من باب اولى يقسم. الرسول عليه الصلاه والسلام يعدل في قسمه ويعطي وفق ما يرضي ربه من مما يوحي اليه ويعلمه وما من سواه قد يقترب او يبتعد. اذا المعطي هو الله والقاسم هو عبد الله الذي يقسم العطاء أبوك أبوك يعني إن, إن سميناه معطيا هو يعطيك وفلانا يعطيك فهذا مسموح أن يستعمل ولكن على وجه التحقيق والحقيقة المعطي هو الله والقاسم هو هذا الإنسان الذي يقسم بين الآخرين فحب الله عز وجل هو الحب الباقي هو الحب الباقي وهو الحب النافع الذي ينفعك في دنياك فيعمر قلبك بالنور عندما يكون قلب المؤمن الصالح محبا لله لا يدانيه حب عندئذ هذا هو الذي قال الله عنه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون والتقوى درجات يتقي حتى الحب فلا يوجه القلب الا الى الرب يتقي تقوى القلب وتقوى السوى سوى الله سبحانه وتعالى فالعبد حقيقه هو عبد لمولى واحد هو الله ليس مشتركا ولا مبعضا ولا شيئا من هذا لاكثر من واحد عبوديه لله وحب لله ثم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبعه لاجل محبة الله له ولانه يحب الله عز وجل. وهكذا آل بيته وخلفاؤه وصحابته ومحبوه ووراثه والصالحون من عباد الله وهكذا. فكيف يكون ذلك؟ بالفهم الصحيح لانه لا ينفعك الا الله. فانت لمن تحب، لا يرزقك الا الله. فمن تحب اذا لا يعطيك الا الله فمن تحب ان كنت تحب للعطاء الذي يصل اليك والرزق الذي يكون بين يديك فالمعطي والرزاق هو الله لا ينبغي ان يحب الا الله وان, وإن كنت تحب من خلقك واوجدك وانعم عليك واعطاك السمع والبصر والجوارح والاعضاء فالذي فعل هذا هو الله ليس احدا سواه وان كنت تحب لكمال المحبوب وجماله وجلاله وعظمته وصفاته الكاملة فالمتفرد بالكمال الربوبية هو الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد إذا يبقى المحبوب وحده هو الله وكما قلت ما سواه لأجل الله حتى نحن نحب بعضنا المؤمن يحب اخاه المؤمن لاجل الله، لقناه الايمان بينهما، لانهما اشتركا في الايمان بالله وفي تقوى الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النافع والضار هو الله، لا احد من الخلق اطلاقا يستطيع ان ينفع ويضر استقلالا وابتداء بغير اذن الله ومدد الله وعطاء الله. هذه حقيقه مهما احترمنا وقدرنا ووثقنا وصدقنا وامنا واتبعنا بنبي او رسول او صالح او ولي فهو عبد من عباد الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا المالك الحق هو الله ولكن الله يعطي ويكافئ ويمد من يشاء من عباده ثم لا شك ان محبه الوطن ومحبه ولاه الامر اهل العدل والصلاح والتقى الذين يقيمون امر الله ويعدلون بين عباد الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه كما كان الخلفاء الراشدون وكما كان الصالحون هؤلاء ايضا هم اولياء الله لانهم ساروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الامر عندما يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون حب يحبون حبّا صادقا دائما لانهم صلحوا انفسهم وصلحوا غيرهم وقد كان الفضيل بن عياض يقول لو كان لي دعوه مستجابه لدعوتها للسلطان لان بصلاحه صلاح الامه وبفساده فساد الامه اذا من هنا كان على المؤمن ان يحب ولي امره الصالح العادل التقي الذي يخاف الله ويأمر بما يأمر به الله ويصلح شؤون الخلق ويقدمهم على نفسه ويهتم بهم ليل نهار هذا يحب وحبه يقرب الى الله سبحانه وتعالى وحب الوطن الدفاع عن الارض والعرض وتقديم كل خير وجهد ونفع لهذا الوطن ولاهله ولمن على ارضه كل ذلك من مقتضى اخلاص العبد ورده الجميله لمصدر الجميل حتى يكون من الكرام الذين اذا اكرموا اسروا اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمرد ويكون العبد الصالح يزرع الجميل اينما كان، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل اينما زرع. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا الذي زرع. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل اينما زرع. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا الذي زرع فالمؤمن يحب ربه ويحب نبيه ويحب عباد الله الصالحين ولا يبغض وليا ولا صالحا حيا ولا ميتا فالحب شيء مطلوب منا والعباده لله وحده فيجب ان نفرق بين العباده وبين الحب المؤمن يحب أخاه المؤمن لا يعبد المؤمن يحب أباه يحب شيخه يحب من علمه يحب نبيه يحب آل بيته يحب صحابته يحب يحب حبا بأمر الله وعلى شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يقرب إلى الله ويدل على الله ولكن المعبود بحق هو الله وحده فلا نتوجه بالعباده الا الى الله وهذا يجب ان يميز فلا يعني يطغى شيء على شيء او يخلط شيء بشيء هذا هو حب الله تعالى وكيف يكون في قلوبنا وكيف يراه ابناؤنا الاب والام قدوه اذا راى ابناؤنا كيف نذكر الله وكيف نحب الله وكيف نكثر من ذكر الله وكيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن احب شيئا اكثر من ذكره يعني عندما تحب انت انسانا ما كل يوم تذكره كل ساعه تذكره يقول والله الانسان هذا ما يغيب عن خاطري انسان ما شاء الله يعني من اي جانب نظرت اليه فيه الخير وفيه المعروف وفيه وفيه في كل مناسبه تذكر قصصه وتذكر حوادثه و... فربنا اولى بهذا الحب اينما نظرت دل المنظور اليه على كرم الله وعطاء الله ووحدانيه الله ولله في كل تحريكه وتسكينه في الورى شاهد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحارى والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية ولو غاض هذا الماء في القاع هل لكم سوى الله يجريه كما شاء راوية فاطمة من المغرب السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله صحتك منيحة يا شيخ الحمد لله بارك الله فيك فاطمة تفضلي الحمد لله يا شيخ حابه نسالك سؤال. مم. هل يجوز يقول بعض الكلمات يقولوا أنا تجمع الزوجي في شهر المفاتيح محرم هل يجوز أو لم يجوز؟ هل يجوز أن يقول ماذا؟ تجمع بين الزوج والزوجة في شهر فاتح محرم. هل يجوز التجمع او الجماع بينهما يعني؟ اه اه يا شيخ طيب ان شاء الله تسمع الاجابه فاطمه شكرا نعم اخت منى من عجمان السلام عليكم منى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا, أهلاً, أهلاً, أهلاً تفضلي الله يبارك كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه آه بس احنا عايزه اعرف انا بشتغل في مجال عمل آه يعني مشترك مم. في رجال وفي نساء مم. فكنت عايزه اعرف ايه آه طبيعه آه وحدود العلاقه ما بين آه الطرفين يعني ما بين ال ما بين الرجال والنساء داخل حدود العمل يعني مم. مش عارفه يعني انا بتعامل معاهم كاخوات وقت وأخوة وكذا لكن ما أعرفش الصح إيه بالضبط في الموضوع طيب شكرا منى شكرا على سؤالك مهم طيب إذا سؤال أخت فاطمة من المغرب والأخت منى من عجمان الأخت فاطمة تسأل عن تجمع أو ربما الجماع أو أو العلاقة الزوجية في شهر المحرم أختي فاطمة علاقة الزوجية أو علاقة الزوج بزوجته في أي شهر وفي أي يوم ما عدا أيام رمضان وهو وهي صائمة أو وهو صائم فلا يجوز العلاقة بينهما العلاقة الزوجية وما عدا وقت الإحرام بحج أو عمرة وما عدا وقت الاعتكاف في بيوت الله ومساجد الله أثناء الاعتكاف ما سوى ذلك في محرم وفي صفر وفي ربيع وفي جمادة وفي رجب وفي شعبان وفي, وفي ليل رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة في 12 شهرا كل ذلك علاقة حلال وطيبة وضمن أحكام الله تعالى ولهم فيها الأجر بقدر تقيدهم بشرع الله عز وجل مجيد اخ مجيد من العراق السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يحفظك والله انا يعني احبكم في الله احبك الله اخ مجيد يعني مواقف مواقف دوله الامارات العربيه المتحده مواقف يعني جيده يعني سياسيا ودينيا وفي كل حقيقه تختلف عن باقي دول الخليج الحمد يعني لله نسال الله ان يوفقهم يعني جميعا ان شاء الله امم هذه رسالة محبة نرسلها لكم ولكل من يشهد المحبة والسلام وللإنسانية جمعاء. بارك الله أنا فيك. أنا مثل إذا سألت سؤال أنه يا ريت يعني كلمة عن التسامح يعني عن بين كل الأديان وليس فقط يعني حكرا على يعني مذهب واحد أو طائفة معينة أو يعني توجه معين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كذلك الإمام الحسين وامتداد بهذه النبوه. نعم. كذلك اهل البيت عليهم السلام. اكيد احنا لازم نقتدي باهل البيت نقتدي بسياق رسول الرسول صلى الله عليه واله وسلم من باب التسامح انا ما يدعوني اجتماعي الديني او المذهبي بان اقصي سياق الاقصاء او التعدي او يعني ارمي الاخرين بالشرك. الحقيقه. نعم. اريد من هذا الباب من هذا المنطلق يا اخوي العزيز يعني دعوه للتسامح دعوه للوحده. ومن الايات الكريمه ومن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا لك شكرا لك اخ مجيد شكرا لك على هذا الاتصال وهذه الكلمه الطيبه وهذه روح الاسلام روح التسامح وروح الرحمه وروح المحبه بلا شك كما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع ان شاء الله التعليق. طيب اذا جواب الاخت منى والاخ مجيد ان شاء الله يكون بعد الفاصل. اهلا وسهلا اخوتي الاحبه ومرحبا بكم في برنامج الدين والحياه ما زلنا نستقبل اتصالاتكم واسئلتكم ونجيب عنها بفضل الله ومعونته نستقبل اتصال من اخت ام محمد بن عجمان ثم نجيب على الاسئله السابقه السلام عليكم محمد طيب اذا حتى ياتي اتصال ام محمد نجيب على اخت منى الاخت منى ايضا سالت بحكم عملها في مكان مشترك مختلط تسال عن طبيعه العلاقه بين الموظفين والموظفات. لا شك اختي الكريمه ان المراه تسير وفق هدي الله تعالى في ضوابط الشرع واحكامه فالاسلام نهى عن الاختلاط ونهى عن إظهار الزينة من المرأة لغيرها والزينة هي ما تتزين به المرأة وتتحلى به وتتجمل به بدءا من الكحل في عينيها إلى الذهب في يديها أو أذنيها أو رجليها إلى ما يوضع على وجهها من الزينة كل ذلك يعتبر زينة يمنع منعا باتا شرعا إظهار مثل هذه الزينة إلا لزوجها أو محارمها من أب وعم وجد وأخ وابن أخ وابن أخت وهكذا هذه كضوابط شرعية للعمل حتى لا يقال إن الإسلام يمنع العمل ويمنع كذا لا المرأة قد تدخل على الرجال وقد تسأل اهل العلم وقد تس... تدخل على الاطباء وقد تضطر للعلاج و... وقد تحتاج الى نوع من انواع الاختلاط لكن الاختلاط ضمن ضوابط الشرع ضمن الحجاب ضمن عدم اظهار الزينه ضمن عدم اي حركه او خضوع بالقول وهذا طبعا واضح الله عز وجل قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض البعض يقول أنا قلبي طيب وأنا لا أقصد شيئا وأنا ضحكت أو, أو مزحت أو تكلمت بنية صالحة يقول نحن لا نشكك في نيتك وفي صلاح قلبك إنما الله عز وجل يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن القدوات والأسوات لغيرهن من النساء يقول ولا تخضعن بالقول يا نساء النبي الخطاب لهن ولا تخضعن بالقول. طيب هم قلوبهم طيبه اطيب قلوب نساء الدنيا وان كان ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب اولئك الصحابه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره وفيما بعده من باب اولى ان يكون في قلوب الناس امراض وامراض. والمرض مجرد الميل الميل والاستحسان والاستلطاف لهذا الصوت وحركات الصوت وثناياه ومدوده ونغمته وما الى ذلك من الفتنه التي تكون بين الرجل والمراه. وربما المراه لا تعرف مقدار هذه الفتنه التي يعني اذا سمعها الرجل تاثر بسماع صوته. قد قد تتاثر المراه بسماع صوت الرجل اذا سمعت وهي تكلمه. فهذا نوع من انواع الفتنه يجب ان لا يكون. يجب ان لا يكون لا خضوع في القول ولا حتى خضوع في النظر ولا نظره يعني توحي بشيء من تحريك النفس وما الى ذلك انما بعد عن كل هذه المظاهر فيما بين العلاقات بين الموظفين والموظفات فهناك مظاهر من الود المحظور اي خطاب اي كلمه ليس فيها تقدير او احترام او حدود لائقه في الخطاب بين الرجل والمراه وخاصه انهما ليسا من المحارم ولا يجوز بينهما رفع الكلفه او رفع الاشياء الرسميه بل ينبغي ان تكون كل الرسميات بينهما والعلاقه بحدود وقيود وضوابط حتى لا تكون بدون كلفه، متى ما صار بدون كلفه وامر طبيعي، وماذا ماذا ينظر الانسان يقول هذه ليست اخت لي من حيث اخت نسبيه يحرم زواجها، ولا اما ولا جده ولا عمه ولا خاله، ولا هي زوجه ايضا ممن تكون زوجه ولها حقوق الزوجه وواجبات تجاه زوجها، اذا هذه اجنبيه مهما كانت مهما نظرت ونظر اليها فهي في حقيقة الأمر في النظرة الحقة هي أجنبية. هي أجنبية. ومعنى أجنبية أي يمكن أن تتزوج وقد يكون متزوجة يمكن أن تتطلق وكم من امرأة زهدت زوجها عندما فتحت قلبها للآخرين ونظرت فرأت زوجها أقلهم شأنا ثقافة وجمالا ولباقة وحيوية وحلاوة فماذا بقي لزوجها من قلبها؟ الجسد هناك والقلب في مكان اخر وهذا واقع، لذلك ينبغي ان تكون المراه حريصه على الا يخرج قلبها بغير ارادتها وعلى الا يصبح فريسه للاخرين او يقتنص الاخرين فهي بحدود الادب والحياء والضوابط الشرعيه التي تمنعها من اي تصرف ربما يسيء اليها او يسيء الى غيرها يفتنها او يفتن غيرها في مثل هذه الامور. خديجه من عجمان السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، من بعد اذنك بدي اسال عن شرعيه القروض الاسلاميه اللي بتتاخذ من البنوك الاسلاميه. شرعيه القروض الاسلاميه؟ نعم يعني هل هي حلال حرام؟ من البنوك الإسلامية. أنت جربتي خديجة القروض الإسلامية؟ لا والله لسه ما دخلت فيها. حاب أستفسر على الموضوع قبل ما. لأنه ما في قروض إسلامية أختي الفاضلة. والمعنى. البنوك الإسلامية ليس عندها قروض. عندها مرابحات. عندها مبايعات. عندها مشاريع تجارية. أما قروض لأن القروض إما أن تكون قروض حسنة ليس. لها مقابل يقرضك عشرة آلاف خمسين ألف ميت ألف ويستلمها إما مقسطة وإما دفعة واحدة بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة وهذا لا يكون إلا بين من يثق بالآخر ويكون قرابة أو صداقة فيعطي قرضا حسنا وأما القروض الأخرى فهي قروض بفائدة والقروض بفائدة هي قروض ربوية ربوية بمعنى يفرض من البداية من أول أخذ القرض انه مثلا 5% 3% 10 15 على حسب السداد والله انا عن هذا السداد. النوع من القروض فهذا بلا شك بالفوائد بالربا ولا تجوز مثل هذه القروض اما المرابحات فان تشتري من البنك سياره او عقارا مثلا بنصف مليون ب 100 الف بمليونين بكذا وتقص يقسط عليك من البدايه قيمه السياره كذا او قيمه العقار محدده وكم تستطيعين سدادها كل شهر كم قدرتك على سداد هذا الدين آه على ضوء المعلومات المفصلة يستطيعهم أن يبيعوك السيارة أو البيت لو قلت أنا أسدد قيمة السيارة في سنة واحدة يقولوا لك هذه السيارة نحن اشتريناها بمئة ألف نبيعك إياها مثلا بمئة و... و10 115 اذا بسدديها بسنه أيوة. بسنتين لا يزيدوا في الربح من قبل العقد يعني الزياده قبل ان يتم العقد جائز انا حر في سلعه ابيعها بربح 5% او 10% او 20% قبل ان يكون اتفاق بيننا لكن متى ما اتفقنا على القيمه الاجماليه للسلعه لا يجوز بعد ذلك ان نزيد عليها درهما واحدا يعني اني اخذ منهم اموال مال كاش اشتري فيه منزل هذا يعتبر حرام لا يجوز هذا قرض ربوي حرام يعتبر أسست بيتك على الربا وعلى الحرام ولا خير فيه ولا بركة لا إن شاء الله إنما البنك يشتري البيت ويبيعك بعد ذلك البيت البنك يشتري البنك يشتري ثم يضع ربحا على حسب طريقة سدادك أنت يقول لك هذه نربح فيها ربح معين يقطع في النهاية ويفصل ويقسم على مئة ميت شهر مئتين شهر إلى آخره أيوة. الله يجزيك الخير بارك الله فيك <applause> خديجة أخ علي من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله شنو أمورك يا شيخ الحمد لله بارك, بارك الله فيك أخ علي هلا يا شيخ نسألك على التأمين الصحي يا شيخ التأمين الصحي أيوه أيوه أنا نخدم في مؤسسة شركة يعني. شركة, وال... يعني شركة عامة والتأمين وفيها تأمين الصحي إجباري يعني شركة عامة ايوه والتامين الصحي هذا اجباري على كل الموظفين. انت انت تعمل في الشركه ولا انت مديرها؟ لا لا انا نعمل فيها بس مهندس فيها. انت تعمل فيها. ايوه. طيب وعندما تعمل فيها صاحب الشركه يؤمن على الموظفين؟ يؤمن تامين شامل عليهم وعلى افراد الاسره بتاعهم. وعلى اسرهم. ايوه. وهل وهل يخصم نعم. وهل يخصم من مرتباتهم ولا من الشركه؟ نعم. بدون بدون خصم مجرد من دون خصم طيب انت ما ما عملك في التامين انت ليس لك عمل انت موظف وقد ضمن لك العلاج والدواء فجزاهم الله خيرا بس في وسيط يعني هو ما يدفعش من في وسيط ثاني هو ما يدفعش في في فلوس للعيادات يعني كيف فلوس العيادات؟ مامن في شركه بريطانيه البوب هذه شركه بريطانيه للتامين طيب انا سأفصل ان شاء الله علي موضوع التامين افصل اذا كان المدير قد امن او الشركه امنت او اذا كنت انت ستؤمن كل هذه ان شاء الله سنتكلم عنها في الاجابه يحتاج الى تفصيل. بارك الله فيك اخ علي. ام امنه من العراق السلام عليكم ام امنه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اختي تفضلي. صدق شيخ، السؤال محدد، ما حقوق ينكر حقوق الإمرأة بعد طلاقها؟ يعني أول شيء يستحق الإمرأة بعد الطلاق هو إكرامها بورقة الطلاق، إكرامها بالمتأخر، إكرامها بالنفقة، النفقة على الأطفال. يعني الاطفال لو انه الاب ما يصرف عليهم او ما ينفق عليهم ما حكم هذا الشيء بالشرع؟ انا اعرف انه القانون من جانب المراه لكن الشرع لوعه القلب حرقه القلب شعور الظلم اشعر بالظلم واتكلم مع الله سبحانه وتعالى واستجير به من الظلم اللي واقع علي. ما حكم من ينكر هذا الشيء؟ بارك الله من انه يتهم الامراه بالطمع من عندما تطالب المتاخر او بحقوقها او بحقوق ابطالها يتهمها امام الناس ويشهر بها بالطمع. يتهمها <تسألها> بالطمع. هل هذا طمع؟ شيخ ان كان طمع فانا بالنسبه لي ما انه اريد اي شيء من اي عباد الله وافوض امري الى الله. بارك الله فيك يا امنه واسال الله ان يفرج عنك ان شاء الله وان يعجل ب وصول حقوقك كلها ان شاء الله والاسلام ليس الى جانب المراه ولا الى جانب الرجل، الاسلام الى جانب الحق. الاسلام يعني يريد ان يقام الحق بين الرجل والمراه والصغير والكبير وبين الجميع فالحق احق ان يتبع ولا ينبغي ان يكون الاسلام في جانب احد من المخلوقات او الناس انما هو في جانب المظلوم، في جانب الضعيف. في جانب من اعتدي عليه إلى أن يأخذ حقه ويرد عليه ترد مظلمته نعم. أم محمد بن عجمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا أختي تفضلي لو سمعت يا شيخ أنا بدي أسأل عن الغروض الإسلامية هذه زوجك أخذ قرض زوجك أخذ قرض وانقطع الخط أم محمد لعلك تعاود الاتصال إن شاء الله نعم طيب الأخ مجيد من العراق تكلم عن شيء من التسامح بين الأديان بلا شك يا إخواننا الاسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده وكما هو معروف دين الاسلام دين الانبياء جميعا ولكل نبي شريعه نزلت من عند الله تتناسب مع الاقوام واحوال الامم الشرائع شتى والدين واحد والانبياء كلهم اخوه هكذا ينبغي ان ننظر النظره الصحيحه الحقيقيه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسل رحمه للعالمين ليس للعرب ولا للعجم ولا لاهل مكه ولا للحجاز ولا لقبيله دون قبيله قريش او غيره انما للجميع وهو رحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وال بيته الكرام هم صفوه الامه ال بيته رضوان الله عليهم الذين قال الله عنهم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه يعني قل يا محمد لامتك لا اريد منكم اجرا ومقابل الدعوه ومقابل التعب في سبيل هدايتكم والجهد المبذول في سبيل ردكم الى الله لا اريد الا الموده في القربه ان تودوا قرابتي لذلك جاءت الاحاديث الصحيحه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه الصلوات الابراهيميه والتحيات السلام على النبي عليه الصلاه والسلام فيها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فهذه الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد نصلي عليه وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم هذه كلها الى اخرها صلوات ابراهيميه على النبي محمد عليه الصلاه والسلام خير الانبياء والبشر كما صلى الله عز وجل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم طبعا لا اقصاء في الاسلام حتى لو قلت لكم عن حقيقه رحمه النبي عليه الصلاه والسلام لاستغربتم لا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يبعث ليقتل او يقصي او يبعد او يعادي ابدا انما بعث ليهدي ليجمع ليقرب ليحبب ليزيل الكفر ويزيل العناد ويرجع الناس الى فطرهم الى دينهم الى انسانيتهم يرجعهم الى ربهم الى العبوديه الحقه هكذا محمد عليه الصلاه والسلام بعث هاديا لم يبعث جابيا ولا مقاتلا انما بعث هاديا وليس معنى هذا انه كان يقبل الذل او يقبل الظلم، لا انما كان يتصرف بامر بامر من الله عز وجل فلا يواجه احدا الا اذا امر من الله سبحانه وتعالى ولم يشرع في رد عدوان في المدينه المنوره الا بعد الهجره وبعد ان اذن الله له وللمؤمنين بان يردوا الاذى والعدوان عنهم. على العموم كما امرنا نحن بمحبه ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بمحبه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يقبل من مسلم ان يحب الصحابه ولا يحب ال البيت او يحب ال البيت ولا يحب الصحابه فهؤلاء ال بيت المصطفى عليه الصلاه والسلام فاطمه والحسن والحسين وعلي ومن جاء منهما ايضا وربما نتوسع العباس وغير ذلك من ال بيت النبوه واعمام النبي صلى الله عليه وسلم آه الى اخره ثم آه زوجات النبي عليه الصلاه والسلام داخله في اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في تطهير ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فهي الصديقه بنت الصديق الاسلام كل لا يتجزا. اذا كنت احب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه فيجب ان احب ال بيته ويجب ان احب اصحابه وخلفاءه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فالخلفاء الاربعه هؤلاء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفه الخامس الحسن بن علي خلافته سته اشهر والسادس جاء بعد ذلك عمر بن عبد العزيز بعد فتره من الخلافه الخليفة السادس يعتبر بعد الحسن هؤلاء وأمثالهم يجب أن نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحب الإسلام وهكذا ويجب أن يكون الرحمه قد ملات قلوبنا وان نكون متسامحين وان نحب لغيرنا الخير وان ندعو غيرنا الى الخير وألا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض ان نؤمن بكل ما جاء عن الله تعالى وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا لا ننكر شيئا يعني له اكثر من قول بعض الناس يحتسب وينكر في المساله المختلف فيها لا انكار ولا احتساب في المسائل المختلف فيها بين المذاهب الفقهية المذاهب الإسلامية أما ما كان خطأ واضحا مئة بالمئة عند كل أهل العلم كل الأئمة المعتبرين جميع الصحابة والسلف الصالحين عند إذن هذا لا وجه لقبوله لكن ما كان له وجه في القبول فينبغي ألا ننكر على من يأخذ بوجه من الوجوه المحتملة هكذا المسلم يتسع قلبه وعقله وعلمه وصدره لهؤلاء البعض يقول لا هذا الذي اقوله هو الصحيح وما سواه خطا وباطل وكذا وكذا، هؤلاء بلغوا من الضيق ما ينفرون به عباد الله، وينفرون به عن دين الله، فليس الدين بهذا الضيق، يعني الدين ليس هو ما جاء به إمام من الائمه فقط وما خالفه ليس من الدين. لو نظرنا الى الائمه الاربعه مثلا المجتهدين. ليس الدين ما قاله ابو حنيفه رحمه الله، وما خالفه ليس من الدين لا الدين ما قاله الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وهذه الاقوال بفروعها واجتهاداتها لانهم عندما اجتهدوا في النصوص وفهموا منها المفاهيم كان هذا الفهم مؤيدا بالروايات والماثورات واقوال الصحابه وايضا اللغه العربيه واحتمالات الفهم من القران والسنه الى غير ذلك من هذه الامور فاطمة من عجمان السلام عليكم أم محمد ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله لو سمعت يا شيخ أنا بدي أسأل عن الـ عن القروض في بنك إسلامي بيقول إنه لو اسم إنه سعودي الشهر فرد مثلا 6000 لو يرجعها الشهر الجاي على طول ما فيهاش ما فيهاش غرامه او كده بس لو يتاخر ثاني شهر فيها غرامه زي 100 درهم وهي لو يتاخر دي. لو يتاخر القسط يعني اللي تسددينه او الغرض الغرض نفسه لو تاخر القسط اللي واجب عليك تسدديه اي القرض نفسه اه اه القرض اللي تاخذيه يقصده على اقساط شهريه وكده؟ آه ايوه ايوه طيب اذا اخرتي اذا اخرتي انت قسطا ايش ايش يقولون؟ يقولوا انه في في مثلا غرامة يعني مش مش غرامه هي يقولوا رسوم معامله حتى من بدايه اخذ الغرض يشيلوا زي 100 درهم يقولوا انها رسوم معامله المعاملات البنكيه 100 درهم ولو تسدد الشهر الثاني على طول ما, ما في شيء بس لو تتاخر ثاني شهر ثاني شيله 100 درهم برضه يقولوا إنها رسوم معاملة بس بدي أعرف إنه يعني هذا الغرض إسلامي ولا ما إسلامي مع العلم إنه هو البنك إسلامي أصلا ثاني في, 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 في هذا الفيزا كارد اللي تاخذ مثلا كارد في, في مبلغ معين وتستخدمه بس لو انت تتاخر عن تسديد عن تسديد المبلغ وقت معين يشيلوا يشيلوا فايده وقبل قبل قبل الوقت ده ما بيشيلوش فايده زودي سال شيخ بيقول انه هو حلال لو انت يعني انت عارف نفسك انك بتسدد قبل قبل المواعيد بس كمان نشي لنا حاجات كتيره زي غرامات كده انا حاسه انها يعني من الربا او كده واضح محمد واضح ان شاء الله تسمع الاجابه عن القروض وعن الفيزا كارت ان شاء الله امم اخ يحيى من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله اخ يحيى تفضل الله يخليك ااا <applause> شغلات نعم يحيى اسمعك تفضل. على الامور اللي ما فاتت الامور اللي امور بخير ان شاء الله. الصوت يتقطع ماني فاهم الكلام يحيى هل ممكن اسمع السؤال مره ثانيه؟ ابو محمد من العين السلام عليكم. السلام السلام ورحمة الله يا شيخ العزيز. حياك الله محمد. كيف حالك يا طيب الله الحمد لله بارك الله فيك. الله يبارك. شيخ العزيز عندي زوجتي ممسوسة زي ما مسة وسحر يعني زي ما تقول. الحين صار لها يمكن أكثر من ثلاث شهور وبتعين شيخ برغيلة كل يوم. امم وعلى نفس الحالة يعني وهي بتقرا صورة البقرة كل يوم ومواظبة على صلواتها وعلى الأذكار. لكن بعد ما تجي راجع البيت بعد ما تجي راجع من الجلسة بتاعة الرغية الشرعية يعني بتضل مستحضرة لفترة يعني بتكون مغبية الوعي يعني. فاقدة وعيها؟ هاي بتكون فاقدة الوعي يعني بتتكلم ب باشياء غريبه إنها سحرة فلان وإنها فلان عمل له عمل وان يعني كلام من هالقبيل. <applause> فالحين صار له يمكن شهرين وعلى الرقية ويعني ما يعني ما شايف في تحسن يوم. تحسن يوم ملحوظ يعني. فكانت يعني كانت شويه في تحسن بسيط كانت بت لما تقرا قران ما تقدر تكمل مثلا ايه. <applause> تتغبي الحين صار يعني تقرا سورة البقرة كاملة وفي دوني وفادكم الله طيب معناتها يعني في تحسن ابو محمد يعني طالما تغير الوضع كان اول ما تقدر ما تقدر تقرا ايه الان تقدر تقرا سوره البقره معناها اليس هذا تحسنا؟ والله نعم تحسنا لكن الفتره طالت يعني والحين صار لا يمكن غرافه الشهرين ونص كل يوم م. بتاخذ يمكن غرابة نص ساعة الجلسة تلاوة القرآن اللي هي الرغية الشرعية فقط يعني من نية. على يد شيخ يعني نعم رجل متطوع فهل تستمر في ذلك ال... الوضع ولا عند في طريق تقرب يعني طيب طيب ان شاء الله تسمع الاجابه محمد عافاها الله وشفاها طيب اذا عندنا مجموعه من الاسئله ان شاء الله يمكن ان نبدا بالاجابه عنها بعد الفاصل فتابعونا اهلا اخوتي الاحبه ومرحبا بكم في الدين والحياه. الاسئله اللي امامي طبعا مجموعه من الاسئله منها الاخت خديجه من عجمان وايضا حول نفس الموضوع تقريبا القروض والبنوك الاسلاميه الاخت ام محمد كذلك من عجمان فاطمه كلها نحاول الاجابه عنها مع الاسئله الثانيه. موضوع القروض والبنوك الإسلامية بينت بأن البنوك الإسلامية لا تعطي قروضاً إنما تعمل مرابحات تشتري سيارة لمن يرغب فيها ولا يقدر على شرائها فيذهب إلى البنك ويقول أنا أريد أن أشتري السيارة الفلانية فالبنك يشتريها ويتفق مع صاحبها على سعر معين ربما كما هو معروف بما يكشفه الراغب ويشتريها البنك ثم يتفق مع هذا الشخص في شرائها يزيد على رأس المال مبلغا مقطوعا يقسط على شهور بحيث إذا اشترى السيارة مثلا بخمسين ألف فهو يقدر الربح كم سيربح على ضوء الفترة الزمنية التي سيسدد يعني الربح الذي سيكون في سنة له قدر معين، نسبة معينة، فإذا كان في سنتين يتضاعف، في أربع سنوات يتضاعف أربعة أضعاف وهكذا. فهذا شيء مسموح به بيع المرابحة ولا ولا يسمى بالبنوك الإسلامية قروض وما إلى ذلك، لأن القروض كما قلنا إما أن تكون قروضاً حسنة دون مقابل فقط رأس المال يعطي ويأخذه. وإما تكون قروض بفائدة وهي قروض الربا وهي المعاملة الربوية المحرمة التي لا يجوز أن يتعامل بها المسلم أيضا أتابع في نفس الموضوع الأخت أم محمد تقول أنه بنك إسلامي يقول لو تأخر قسط يأخذون غرامة أو رسوم معاملة أو مية درهم أو ما إلى ذلك كل غرامة أو زيادة تفرض على تأخر سداد دين فهي ربا لأن هذا المبلغ الذي في ذمتي للبنك هو دين للبنك علي أنا فإذا تأخر قسط مني تأخر قسط من الدين لسداده للبنك يفرض البنك مئة أو مئتين أو أكثر أو أقل سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة متزايدة على حسب مبلغ كلاهما حرام أي مبلغ يفرض على تأخير سداد الدين فهو ربا فهو ربا وهذا الفرق بين البيع والربا وأحل الله البيع وحرم الربا المشكلة أن البنوك الإسلامية اللي لها ديون على الناس يقولون كيف نتعامل يعني البنوك الربوية عندما يتأخر قسط من الديون تزداد الربا تزداد وتزداد وصير فوائد تراكمية والمئة ألف ربما بعد سنين تصبح مئتين ألف وهذا طبعا من اوله لاخره ربا محرم لا يجوز سلوك طريق الربا ولكن البنوك الاسلاميه المفروض انها تبتعد عن مثل هذه الزيادات مبلغ من المال لهم على شخص مثلا مئة ألف مقسطة على سنتين أو ثلاثة تأخر قسط من الشهور فلا يجوز أن يزاد لا مية ولا مئتين ولا ثلاثمية ولا أكثر ولا أقل على أي أساس البعض يقول لا نحن نأخذه ونتصدق فيه تأخذه بالحرام وتتصدق فيه باي مذهب هذا هذا لا يجوز لا يجوز مثله يقول كيف اذا نضبط اعطاء الناس بما اخذتم من وثائق انتم انتم وثائق وخذت كفله ليه ما اخذتوا كفيل لهذا المدين واحد يكفله اذا ما وجد عند هذا يؤخذ من الكفيل ما في عنده ولا عند كفيله ايضا طيب شوفوا الوثائق الثانيه شوفوا الطرق الثانيه اوقفوه مثلا اجعلوه يبيع شيئا ويسدد راتب الذي ينزل عندكم في الحساب يؤخذ منه قبل أن يتصرف فيه وما إلى ذلك من السبل التي كل الوسائل القوية معكم في هذا المجال إذا لا يجوز الزيادة لو كان بنك يقول إذا تأخر قسط سنفرض عليكم مية أو ميتين فلا يجوز للشخص أن يتعامل مع هذا البنك إسلاميا أو غير إسلام كان الفيزا كارت اختي محمد تقول انه فيها مبلغ معين وتستخدمه فاذا تاخر عن تسديد يفرض فائده. اذا كان ضمن شروط الفيزا كارت تعليماته انه اذا تاخر السداد عن اربعين خمسين يوم يفرض زياده مبلغ زياده غرامه اصبحت المعامله بالفيزا كارت من اولها لاخرها حرام. ليه؟ لانها اشتملت على شرط ربوي. لا يجوز ان يوجد شرط اذا تاخرت فرضنا هذا يعتبر شرط ربوي قد يقول قائل انا لا اتاخر نقول لك انت لا تتاخر لكن الشرط موجود فيه ربا فالعقد فاسد من اساسه العقد بينك وبين البنك فاسد لوجود الربا والشرط شرط الزياده المحتمله ان تاخرت في زياده هذا حرام المفروض لا يوجد هذا الشرط اطلاقا يجب ان تكون هناك اليات لاخذ الاقساط والحقوق اليات ضمن المسؤولين ومسارات مختلفه لضمان حق البنك الاسلامي اما ان يفرض غرامات فهذا لا يجوز فاصبح كالبنوك التقليديه والتجاريه اللي تاخذ الفوائد الربويه الأخ علي من ليبيا يسأل عن التأمين الصحي وقلت له طالما أن الشركة تعمل تأمين لموظفيها وعائلاتهم فجزاهم الله خير وهم عليهم أن يسددوا ويقاربوا ولا يكون في عقود التأمين مغامرة ومخاطرة وزيادات عن المطلوب وعدم تكافؤ في ما يبذل في التأمين وما يعطى جهات المؤمنة وهكذا أما أن الشخص يروح يؤمن يدفع مبلغ مقابل إذا مرض يتعالج فالعلماء والفقهاء كلهم إلا نادرا واحد أو اثنين ممن خالف يقولون أن عقود التأمين الاختيارية غير معلومة العوضين تدفع أنت مبالغ سنوية وما تستفيده غير معلوم قد تمرض وقد لا تمرض قد تعالج بمئة وقد تعالج بمئة ألف وقد لا تعالج وأنت قد دفعت مبلغا لذلك هذه عقود تشتمل على الغرر والجهالة والمغامرة والمخاطرة والربا كل هذه المعاني توجد في عقود التأمين ولو وجد واحد من هذه الخمسة لكان كفيلا بتحريمها لأن المعاملات المالية الإسلامية كلها يجب أن تكون معلومة عندما تعمل عقد مالي بيع وشراء ولا تأجير ولا كذا معلوم ماذا تدفع وماذا تستفيد ماذا سيعطي هذا وماذا سيأخذ هذا الأمور واضحة الإسلام يشترط وضوح العوضين في العقد فإذا كان أحد العوضين دخلت سوبر ماركت أو جمعية قلت أنا أعطيك مية درهم وأخذ ما شئت من يقبل هذا؟ تأخذ ما شئت يمكن تأخذ ب ألف تعطينا مئة درهم ما يصير تعطينا مئة درهم تأخذ ما قيمته مئة درهم هكذا يكون في تقارب والدكان يربح شوية الربح اللي وضعه على السلع أما أنه تعطي ألف درهم تقول له أنا سأملأ الحقيبة هذه ولا العربية هذه مما في السوبر ماركت لا يصح هذا نعم أخي يحيى من سوريا السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك هلا يا حي. الله يخليك، نحن في سوريا نريد دعاء منك حتى نخرج من هالأزمة الموجودة عندنا في البلد. نعم. إيش الدعاء اللي تنصحنا به؟ طيب عندك سؤال ثاني يا يحيى؟ لا ما عندي فضيلة الشيخ. سؤال الدعاء الرجوع الى الله اخ يحيى اللجوء الى الله وحده الكلمه الحق المتبع الصدقات الا تظلم انت احدا من عيالك ان لا يظلم المسلم حتى لا يقع عليه ظلم ان يفعل الخير كل هذه ان يدعو الله عز وجل برفع النقمه والغضب والظلم هذه يعني امور عمت بلواها وفتن طمت في في نواحيها فالدعاء موجود من كل مؤمن في كل مكان ان يرفع الله عز وجل ال ال الكرب والمقت والظلم عنكم وان يدفع كل من يؤذيكم وان يكفيكم شرور المجرمين والظالمين لا شك هذا الدعاء مطلوب و اللجوءكم إلى الله ولا شك أن الأمر سينفرج ويزول بفضل الله تعالى. نعم. من؟ حاتم من العراق، السلام عليكم حاتم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ حاتم. كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيك أهلاً وسهلاً. الله يسلمك، شيخنا عندنا سؤال يعني. تفضل. تفضل. السؤال الأول أنا عندي مبلغ عشرة آلاف دولار نعم أعطيتهم الأحد الأصدقاء يشتغل فيهم بأسواق ويعطيني عليهم كل شهر تقريبا مبلغ 250 250 دولار يعني ما يعادل 300 دينار عراقي يعطيك كل شهر يوم عراقي يعطيك كل شهر اي كل شهر اي كل شهر كم يعطيك كل شهر ايه يعطيني يوم النيام... اه انا منطي 10000 ايوه 10000 دولار يعطيك كم كل شهر ينطيني مبلغ اه هو المحسوب كل 5000 دولار يعطيني عليه 250 دولار بس يحولهم عراقي ما يعني دولار. يعني يصير 10000 يصير 500 دولار اه فانا اريد استفسر إنه وهذا محدد يعني محدد أولا. سلفا انه يعطيك 500 دولار كل شهر طيب حاتم انت بالضبط. انت وقعت أي. أي. انت وقعت حاتم حاتم عفوا انت وقعت لا. في ما وقعت في البنوك الربويه يعني صرت بنك ربوي اني انا استفسرت من جماعه اهم رجال الدين قالوا اذا غيرت الجنس المبلغ من الدولار الى الدينار ما في شك. ما في ف... ما في فرق حاتم، تغيير الدولار يعني. الى دينار الى كذا، المهم انك اعطيت من يعمل بالفلوس وفرضت شيئا محددا وهذه عمليه تجاره يعني منك الفلوس ومنه العمل وهي مضاربه بالتجاره. والتجارة قد تكون تربح 100%، 200%، 50%، 25%، 10%، قد لا تربح شيئا احيانا، فكيف افرض انا مبلغا معينا وكأن يعني صار وظيفة او 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 فائدة ربوية بدل وظيفة، فائدة ربوية على هذا المال الذي عنده، يعني كأنك اقرضته قرضا وليس تجارة، التجارة قائمة على الربح والخسارة والربح يوزع بين العامل وبين صاحب المال والخساره يتحملها صاحب المال الا اذا قصر العامل وغامر وخاطر بتجارته فعندئذ يتحمل ايضا جزء من الخساره، لكن هذه الطريقه محرمه فاقطعوها وانهوها وليكن طريقه اخرى من التجارة كما قلت تعطيه الربع الثلث النصف إلى آخره ويكون مؤتمنا الأصل أن يكون أطراف التجارة الثقة بينهما موجودة والأمانة موجودة والنتيجة هي التي توزع بين صاحب المال وصاحب العمل أم مسعود من عمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أهلا وسهلا أم مسعود كيف الحال الحمد لله يا شيخ أنا زوجي عمره 30 سنة تقريبا نعم زوجي عمره 30 سنة أيوه ولما كان سن 16 أو 17 كان ما يصوم كان ما يصوم أيوه كان ما يصوم مع أنه بلغ الحلم طيب تقريبا يعني هو في اعتقاده بالضبط ما أعرف كم شهر أو هل لازم يصوم أو لا شو عليه بالضبط إذا ما صام هو يسمعك الحين متى متى بدأ صيامه؟ هو ما متذكر بالضبط هذه هي المشكله يعني هو يقول انا لما بريت ادرك وكذا في في سنوات انا ما صمته رمضان ما يعرف كم سنه لا ما يعرف لكن بالتقدير سنتين تقريبا سنتين يقول سنتين. سنتين لم يصم فيهما رمضان بس مش متاكد يعني هو فماذا طيب. عليه وهل ممكن نحن نكفر او في حاجه ممكن يسويها وهو يسمعك الحين طيب طيب ان شاء الله تسمع الاجابه أم مسعود الجواب أجيب أخت مسعود طالما يسمعني زوجها الآن مباشرة ما فاته من صيام رمضان بعد بلوغ الإنسان عندما يبلغ الإنسان سن التكليف ويصبح مكلفا واجب عليه أن يصلي واجب عليه أن يصوم واجب عليه الزكاة طبعا لا تحتاج إلى سن تكليف لو واحد عمره عشر سنين وعنده مبلغ من المال عشرين ألف ثلاثين ألف ولا كذا يجب أن يزكي كل سنة عند جمهور الفقهاء خلافا للأحناف جمهور الفقهاء عندهم يجب أن يزكى المال على الصغير والكبير العاقل والمجنون لكن الصلاة والصيام ونحوه هذا على المكلف فعندما يبلغ الإنسان والبلوغ معروف إما بسن الخمسة عشر وإما قبلها بالاحتلام أو ما إلى ذلك من العلامات فعندئذ يجب عليه وجوبا أن يصلي الصلوات الخمس وإذا لم يصلي الصلوات الخمس أهملها نسيها لم يعرف وجوبها فيجب عليه أن يقضيها يشوف كم سنة كم شهر كم يوم لم يصلي يحسبها ويصلي بدل السنن قضاء فرائض وكذلك الصيام كما قال سنتين تقريبا ما هو متأكد طيب الاحتياط كم ثلاث سنوات نخليها ثلاثة احتياطا الاحتياط سنتين ونصف مثلا المهم نزيد بعض الايام احتياطا ويبدا بصيام هذه الايام لا يجوز ان ينفق مالا او يطعم مسكينا لانه قادر على الصيام الذي يطعم هو العاجز تماما عن الصوم هو يطعم مسكين عن كل يوم لانه عجز عن الصيام لكن ما دام قادر على قضاء ما عليه فيجب ان يقضي ولكن لا يجب بالتتابع وهذه من رحمه الله تعالى في القضاء فعده من ايام اخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالذي ليس مريض ولا على سفر من باب أولى عدة من أيام أخر لكن هو آثم لأنه ليس معذورا بسفر أو مرض إن كان جاهلا فيتوب إلى الله من هذا الجهل وعليه أن يصوم هذه الأيام فالتوبة من الفطر أولا ومن التأخير ثانيا عليه أن يصوم هذه الأيام مثلا سنتين يصير ستين يوماً ثلاث سنوات يصير تسعين يوم كما قلت يصوم الاثنين والخميس بنية قضاء ما فاته ويحسب كم يوم يصير في السنة وكم يوم عليه أساسا ويتوب إلى الله من الفطر أولا ومن التأخير ثانيا هل يجب عليه فدية لأنه أخر عندنا ثلاث أقوال إن كان عنده حالة مادية جيدة نقول نعم يجب أن تدفع فديه وهذه الفديه عند بعض الائمه تتكرر بتكرر السنين كالشافعيه وعند بعضهم كالمالكيه فديه واحده عن كل السنوات اللي هي 15 سنه تقريبا وعند الاحناف يجب ان تقضي وفقط لكن نحن نقول بالفديه لما قال به الصحابه الكرام كثير منهم قالوا بالفديه للتاخير او لعدم قضاء هذه الايام مباشره في السنه التي تليها الأخ حاتم من العراق كما قلت هذه المعاملة أخ حاتم حرام لأنها ربا حيث فرضت ربحا محددا المفروض أن أن تطلب ربح مناصفة أو مثالثة أو ثلاث أرباع أو نسبة معينة ونحن لا نعرف الأرباع كم تكون لكن أن تفرض 500 أو 250 دولار في كل شهر معناها أنت فرضت شيئا قد لا ينتجه قد لا يربحه الربح مجهول لا نعلمه فكيف تفرض مبلغا معلوما هذا لا يكون هذا حرام ولو اختلفت العملات الذي قال لك إذا اختلفت العملة ما عليش هذا يعني جاهل بقوانين الربا وقواعده الأخ علي من ليبيا نحن أجبنا على التأمين الصحي وقلنا حكمه كذا البداية إذا تم التأمين من جهة أخرى الشركة الحكومة فجزاهم الله خير يتحملوا تبعات التامين اما ان تؤمن انت اختيارا فهذا لا ينبغي لا يجوز الاخت ام امنه من العراق تسال حكم المراه بعد طلاقها اكرامه بورقه الطلاق المؤخر النفقه الاطفال اخواننا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال هو قال: احرج عليكم حق الضعيفين المراه والصغير هما ضعيفان فلا يجوز للرجل ابا او زوجا ان يطمع في الضعيف فيظلمه وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على المرء من وقع الحسام المهند ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قوله تعالى مقدم على كل قول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أنت عندما تظلم زوجتك فلا تعطيها ورقة طلاقها تعذبها حتى باستلام ورقة الطلاق أنت ظالم والظالم عاقبته وخيمة عندما لا تعطيها المؤخر المفروض لها وهو رمز تكريم أساسا وحق واجب أن تعطى إلا إذا تنازلت عنه عن طيب نفس فأنت ظالم يجب أن تعطيها حقها المؤخر والمؤخر هذا يجب أساسا عند الطلب عندما تطلبه الزوجة تقول أريد مهري كاملا تفضلي مهرك إذا رأت أن زوجها يملك هذا المهر فإذا رأت أنه لا يملكه أو رضيت هذا المهر أن تأخذه فيما بعد إذا مات زوجها أو إذا ماتت هي إذا ماتت هي ينبغي على زوج أن يعطي الدين هذا والمهر لورثتها فهذا حقها وسيسأل الزوج عن المهر المؤخر أو المقدم اذا لم يسدده للزوجه يحاسب عليه يوم القيامه ويعذب لانها لم تتنازل عنه عن طيب نفس النفقه نفقه المراه اذا كان يظلمها في نفقتها وهي زوجه او يظلمها في النفقه في فتره العده او يظلمها في نفقه اطفالها كثير من الازواج يدعون الزوجات المطلقات ينفقن على اطفالهن ويماطل ويماطل في اعطاء نفقه الاطفال هذا ظالم هذا ظالم لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم اذا غرتك قوتك فتذكر قوه العزيز الجبار من فوقك وما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى باظلم الاطفال لهم حقوق فيجب ان نعطيهم حقوقهم ونفقتهم ورعايتهم ومن يحضنهم من امهم وهي اولى بالحضانه ان لم تتزوج الاب لا يصرف ولا يعطي ويحرق قلب مطلقته واطفاله ويشعرهم بالظلم ويتهم الزوجة بالطمع أي طمع أي طمع ممن يطالب بحقه متى صار الذي يطالب بحقه الشرعي طامعا وطماعا وصار الذي يماطل عادلا ومنصفا متى بأي نظام هذا الذي لا يعطي الحقوق هو الظالم والذي يطالب بالحق هو يطالب بما شرعه الله ليس طامعا ولا متجاوزا حدوده فلا يجوز ان نقلب الموازين ونعكس الامور. نسال الله عز وجل ان يهدينا جميعا رجالا ونساء وان يحقق فينا الحق والعدل والا يقع فينا ظلم ولا يكون فينا مظلوم. طيب وائل من عجمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ كيف حالك؟ حياك الله وائل. استاذ عندي دكتور عفوا عندي اسئله كثير بخصوص الصلوات. مم. يعني السؤال الاول يعني هي يعني سجود السهو بالنسبه للصلوات السنن زي الشفع والوتر وركعتي الفجر كيف بيكون سجود السهو فيها؟ وهل يجب عليها سجود السهو يعني اذا أخواء سجود السهو بالنسبة للسنن مثل السجود السهو بالنسبة للفرائض كما إذا سهوت أو شككت في عدد الركعات أو حصل معك ما يدعو لسجود السهو في الفرض أو في السنة هذه صلاة وهذه صلاة لا فرق في سجود السهو بين فرض وسنة من حيث الصلاة أو الركعات نعم سؤال ثاني برضو بالنسبة للصلاة المسبوق يعني اذا كانت تكبيره الاحرام يعني حصل تكبيره الاحرام في عجاله لادراك الركعه يعني ممكن تكون في تكبيرتين ولا تكبيره واحده لادراك هو الاصل ان المسبوق عندما ياتي ويكون الـ الـ الامام قد ركع ان يكبر تكبيره الاحرام ليدخل في الصلاه الله اكبر ثم تكبيره الانتقال الله اكبر ليركع مع الامام فتكبيره الاحرام هي الركن الركن الفرض الذي لا بد منه وتكبيره الانتقال هي سنه وتكبيره الاحرام ينبغي ان تكون وهو واقف الله اكبر وليس منحنيا او راكعا فاذا قال الله اكبر ثم انحنى صلاته صحيحه لان لم يتلفظ بتكبيره الانتقال بعدها وتلفظ بتكبيره الاحرام ناويا الدخول في الصلاه اما اذا انحنى وقال الله اكبر ونوى تكبيره الركوع فهو لم يدخل الصلاه بتكبيره الاحرام فصلاته باطله. ايوه. طيب السؤال برضه ثاني بالنسبه لضم الصفوف في صلاه الجماعه والصاق الاقدام يعني في ناس كثيره جدا ما بتكترث للموضوع ده يعني إنهم يضم الصفوف وبيظن انه الاخر يعني بيضايقه اللي بجانبه انه بضايقه في ضم الصف هل... لا شك لا شك ان التراص في صفوف الصلاه من السنن المطلوبه وعدم ترك الفراغات بين المصلي والمصلي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان يرى الجن والشياطين يدخلون في فراغات المصلين ويفسدون على المسلمين صلاتهم ويقول لهم تراصوا تراصوا كما تتراص الملائكه وهي مصفوفه تعبد الله سبحانه وتعالى فالفراغات والتباعد المحاذاه طبعا حاذوا بين المناكب والاقدام الكتف الى الكتف لا يوجد فراغات بين الكتف والكتف وعندما يكون الكتف ملاصق للكتف اعتقد انه الفراغات في القدمين في الاسفل لن يكون هناك فراغات يعني لا ليس المطلوب ان نباعد بين الرجلين وان يكون ما بين الكتف والكتف فراغ لا الكتف ملاصق للكتف وكل انسان ياخذ بمقدار حجمه من من الكتف وانت نازل سواء ضم قدميه أو باعدهما والأصل أن يكون القدمين متوسطين لهم مضمومات متلاصقات ولهم متباعدات وكأنه بيعمل رياضة وبيفتح قدميه لا البعض يحاول يفتح كل ما بعد على يمين واليسار هو يفتح رجليه طيب شو هذه هذه ما هي هذه يعني يريد أن يلاصق القدمين بقدمي صاحبيه لا المفروض أنه تأخذ أنت حجمك وتقترب ممن عن يمينك وعن شمالك لتلاصق المحاذاة بين الكتفين، حاذوا بين المناكب والأقدام. فعندما تكون المحاذاة من أعلى تكون محاذاة إلى أسفل، وليس شرط مماسة الرجلين مع بعض أن تمس الرجل هذه رجل فلان. فبعض الناس لا يحب أو لا يستطيع أن يتحمل ملاصقة رجله مع أحد، والبعض يتحمل. المهم محاذاة المناكب تكون متلاصقة وليست متباعدة عن بعض. بقي أبو محمد من العين أبو محمد من العين يتكلم عن زوجته عافاها الله أنها ممسوسة ولا مسحورة ومن ثلاث شهور يقول واستعملت الرقية وكانت ما تستطيع أن تقرأ القرآن ولا سورة البقرة ثم بعد الرقية بدأت تقرأ وتستطيع المتابعة بعد الرقية بتأخذها حالة من الغيبوبة و والكلام عن امور غريبه وتبقى هكذا فتره يبدو انه استمرت الحاله الان اكثر من ثلاث شهور يقول هل تستمر في الرقيه؟ طبعا بلا شك هذا مرض هذه الحاله مرض نسال الله العافيه والمرض كما لو واحد مرض بمرض ودار بين العيادات والمستشفيات والاطباء ووجد هنا بعض الفائدة هنا لم يجد ينتقل ولا يذهب إلى طبيب معالج إلا بعد أن يعرف الطبيب وخبرته ويعرف آثار معالجته ويعرف سمعته بين الناس وهكذا المعالج أيضا لا بد أن نعرف سمعته وسلوكه وأخلاقه ونعرف آثار قراءته ثم يجرب الإنسان وهو يعرف القرآن إذا قرئ ولا يسكت على خطأ في المعالجة وإذا ما أعجبه شيء يستشير أهل العلم هل هذا مقبول شرعا أو غير مقبول وينتقل إلى معالج آخر يبحث عنه وكثيرا ما كانت الاقتراحات بوجود مراكز للقراءة والعلاج القرآني ومستشفيات وخاصة أن الأطباء كثير منهم يعني يلجؤون لعلاج بعض أبنائهم ومرضاهم إلى العلاج القرآني والله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ويشفي صدور قوم المؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وبين عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء وبين أن العسل فيه شفاء للناس وبين أن ماء زمزم شفاء لما يشرب له أو لما شرب له وطعام طعما وشفاء وسقم وما إلى ذلك من الشفاءات القرآنية والنبوية سورة الفاتحة هي الشافية ولكن يعني الفاتحة هي الفاتحة ولكن نفس من يقرأها ومن القارئ لها ومن الذي يطلب من الله أن يشفي المريض فاذا كان الطبيب بتجاربه ومهاراته وخبراته يستطيع ان يتلمس الدواء المناسب لهذا المرض فان المعالجه بصلاحه وتقواه واتباعه للنبي عليه الصلاه والسلام وبعده عن المعاصي والاخطاء وبعده عن الطمع والجشع وحب الدنيا وصفاء قلبه مع الله بكل هذه المعاني الايمانيه العظيمه يجعل الله التأثير ببسم الله الرحمن الرحيم التي يقولها وليس بكثرة القراءة ولا بطريقة القراءة ولا بشيء من هذا انما بما ذكرت من هذه المعاني التي هي جوهر الصلة بين العبد وربه والدعاء الذي يدعو الانسان ربه ويطلب منه ان يشفي هذه المريضه فقد يدعو دون ان يراها ومن بعد دعوه رجل صالح يتقبل الله دعاءه تفيد اكثر من الاف الدعوات او القراءات التي تخلو من هذه الحقيقه الايمانيه والصله الصادقه بالله سبحانه وتعالى. اذا لا تتوقف عن المعالجه ابو محمد. استمر انت وهي والقراءه والبحث عن اهل العلم اهل الصلاح اهل التقوى الذين اه يرجى من دعواتهم الخير والشفاء فلعل الله عز وجل يهيئ لك من اه يقرا ويدعو فتشفى زوجتك باذن الله تعالى اه لا شك اه ان هذا من الله اولا وان الشافي هو الله سبحانه وتعالى ولكن جعل هناك اسبابا لهذا الشفاء فعندما نمسك بالسبب ونصل اليه وتزول الموانع موانع الشفاء وموانع الاجابه الكثيره من اكل الحرام من الظلم من المعاصي من من الى اخره كل ذلك تحول دون الاستجابه. اخوتي لم يبقى لنا بعد هذا الذي سمعتموه الا ان نشكركم على حسن اصغائكم ومشاركاتكم واسئلتكم ونشكر فريق العمل ويتوجه فريق العمل لكم بالتحيه ايضا على مشاركتكم البرنامج والاسئله والاتصالات الشكر اولا واخيرا لله سبحانه وتعالى وهو موصول لكم لمشاركاتكم الجميله. اتمنى لكم طيب الوقت وحسن العمل والقبول، والى ان القاكم في الاسبوع القادم باذن الله او الذي بعده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.